السلام عليكم. ما شوف السيارة طافية، قلت بالكهرباء تشتغل مو بنزين. استغفر الله. بالحالة يلا تمشي والله. السلام عليكم، اهلا فيكم في فلوق جديد. طبعا لي الحين تقريبا 4 شهور أو 5 شهور اخر مرة سويت فلوق في اوغست، اخر مرة قبل ما تبدأ الدراسة سويت فلوق. لكن الفلوقات الى الان متصلة، لان اسوي كنت في الاجازة كل يوم وانزل تقريبا فلوقين في الاسبوع، يوم الاثنين يوم الجمعة بس. فإلى الآن الفلوقات متصلة، فبرتشون هذا فلوق كطبيعي كني إلى الآن مستمر، لكني بالأصل إني قاطع تقريبا لي مش 4 شهور 5 شهور يعتبر، صح؟ 5 شهور. فنرجع معكم الحين ونبارك لعبد الله. مبروك عبد الله، عبد الله الشاطي خلاص الحين تخرج. ما أدري باكر يقولوا لي لا ما تدري الترانسكريبت شنو، مش ما تدري شان يقول لك شان. أمس سباي شايك أمس شكيت الموضوع، شفت هذا مع المواد ولا 133 والمفروض 136 يعني الكريدت. أوه لازم 136 تتخرج. مخرجيني كل شيء خالص أنا، بس ما أمس شكيت والله بالله. لا إن شاء الله خلاص. فعبد الله الشطي مخرج عبد الله الشطي دي ما علي. عبد الله تعرفني أنت، عبد الله أنا نجي نتكلم تعرف. عبد الله ما افطرت هذا يعني يجيب عذر حتى لو كذب. فجينا هنا بيوت بنشيل الاغراض حقينا خلاص، متخرج بيسلم الشقه خلاص صار رجال. متى تتزوج عبد الله؟ ما بعد خلاص. واحد بنروح الجامعه عشان شو تسوي؟ اطلع 3 كروبتات يا جزء حق الكويت ما ادري الملحقيه. فاحنا بنروح احنا الجامعه بنشوف، فخلوكم معانا. شوف خالد ترى ملتزم، شوف مشغل القران وكل شيء، ما شغل القران. بس عاد لها حط شيل الشنب اللي حاطه هذا بيوت. شوفوا كيف بيوت كلها كذا، كلها صعدات. والله حسبت مناديل تصدق طلع ثلج. كثير قبل جماعه هنا قلت لهم ان ابي كمبيوتر، اجلس على الكمبيوتر وانتم تجهزوا اوراق يعني خلصوا اموركم هنا في الجامعه، لان انا ما معهم بالجامعه دي. خلوا الاداره وسحبوا علي، ما ادري ايش اسوي الحين. ابي كمبيوتر بس انا احنا بقول لكم كمبيوتر تسحبون عليه تدخلون اداره هنا. ممنوع التسويق على صور انا كرت. شلون تسحبون عليه تدخلون اداره؟ اخبط واحصل. شوف مني امسيده باليمين في درج تحت اليمين. انزل الدرج بس دور واحد، تنزل ما انزل دور. اوكي بس دور واحد. اوكي اول لفه على يدك اليمين في باب، هذا الباب الكمبيوتر. اوكي هذا هو بس مقفل، كل شيء عندهم مقفل هنا. ما اقدر ادخل، ابي كمبيوتر ضروري. هذا كلاساتهم شوف كيف. ما في الا ارجع لهم واقول لهم انه مقفل، ذاك ودي مكان ثاني. عبد الله مقفل مقفل. هم في لهم بابين، لفيت يمين بابا بابا. ايش في خالد الحين؟ ايش اللي ابي خالد هنا؟ في كمبيوتر باب ثاني مني ولا لا؟ قل له واحد قل له مش مقفل. انطر انطر اوديك اوديك واحد ثاني. ليش ما اعطينهم؟ شوف 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 تحط فوق. جهزوا كل شنو بيمشون خلاص بيسكرون. يدفع واحد ثاني تقول له الغلط حقهم، ليش يدفع واحد ثاني؟ ليش يدفع ثاني؟ كارفين دي الحين كل شيء يدق كل شيء عليها الحين. انا بطلب شيء قاعد تاخذ روح عندي روح عندي ليه تو جديده. قاعد يدرسونها مضبوط درس كله. قالت لك يدفع ثاني؟ لا لا بس غيرت، قالت الاسم سهلة غيرت. طيب ليش قالت ادفع؟ ما ادري شنو يقول. قالت مو لازم تدفع. مو لازم تدفع انا سمعت ادفع. شو اسمه في الترانسكريبت ان شاء الله مضبوط. اي غيرت حتى الترانسكريبت اللي بدت له خلاص غيرتها بالسيستم كله. قالت حلو لانه انا لانه لو تكتشف ان اسمك غلط. والله انا ادز دائما ما اشوف شيء بس ادز. يوم يتخرج استغفر الله. يحطون اسمي الاول واسمي الثاني. يعني جالس سنتين في امريكا ما تدري تدرس تدرس خمس سنوات. حبيبي شوف هم هذا 1225 ويست كيجي جالس على بوزمان. على بوزمان قبل 4 سنوات احنا كنا في امريكا انا وياك تجينا اوراقه. ايه للحين ما يتغيروا. خالد ما في كمبيوتر صب. ليش؟ صب ما في كمبيوتر عندكم؟ صب حقنا عليه.
انت شو اللي عندكم كويس؟ انت الحين خبا اخذ ذي حق المحاقيب ترفع صح؟ يا ربعنا بالبيت عاد. انا الحين انا بالكمبيوتر عشان برفع المحاقيب. اصلا ما بسوي لي شيء. ارفعها فك نفسك زين. اي برفعها الحين برفعها انا ارفعها معي عشان فك نفسك. ما اعرف ولا بسوي. سماعاتك من ذي السماعات ذي؟ عبد الله ايش فيك قطة سماعات قطة الدين بتمشي؟ يعني تتخرج خلاص ما تبي؟ ما ابي حتى السماعات. المفروض تعرف تسوي سكين قاعد. تخرجت ما تعرف؟ ما انت تعرف؟ اوه على كيف كيفك. شد دخنا لين كنا بنمشي. شلون نروح ماشي؟ الحين هذا الصب حقكم. تعال عبد الله عندكم بساط هنا ها؟ بساط؟ صحيح والله. الحين شلون جامعتكم كذا؟ ما في طريق عدل. هذا احنا في الجامعة احنا. هاللايبرري مسكر؟ من بنوها الجامعة حقتكم ما جددوها صح؟ جددوها؟ ما جددوها. صحيح والله ترى الديزاين حقها كلش. اشحك ترى جاي طقم مع شقتكم القديمة. خلت قماش وكذا. مطنز هذا. عبد الله انت تطنز، قبل شوي تقول لي ايش رايك في الجامعة؟ فاهم قصدك؟ لا لا مسكرين ذيلا بعد احنا جامعتنا عادي يرد بسرعة نظيف جامعتكم نظيفة مدرسينك ثلاث سنوات واسمك غلط متخرج لي باسم غلط هو انا ادري والجامعة كيف هو ما كتب اسمه عندهم اوراق وكل شيء ترى بنتخرج لازم نعدل اسم الجامعة اوه جاينا وكذي خلنا نمدحها عشان نتخرج علمنا علمنا عشان 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 اي دائما شو امدحها يعني امدحها حتى انت بليهم. تتخرج دائما امدح جامعتك ورا الناس انه قوي وكذي عشان هذا حقين البترول كذا يخبلون شوف يوم شوف الثلج كذا تخرج وتخرج عقله معه يلا جماعه خلصوا عبد الله شوف الجامعة ما تدري انا قلت ذيك المرة اخر مرة ايه جيت ايه فيمكن يتصير بعد في مرة لا لا مش بس حب الارض تعال يمكن مش ما يقدر على الكرسي ولا لازم الحين كيف دقيقة اخوك متى بيجي عبد الله يدرس شهر 8 يا يكون ولا نصحته يجي هنا لا ليش ليش يجيني يا حبيبي؟ يدرس مو كويس شايف الديرة الحلوة؟ انت يعني تحسفت انه هنا؟ اوف ما في وناسة؟ ما في وناسة انا احس اريزونا زين بوزمن كانت احسن يعني تقول انت من الوناسة ما تقدر تدرس احس اريزونا زينة صح؟ صراحة انا ما ادري انا شوف انا على انه ما فيها شيء ديرة ايه؟ اول فترة ما كنت ادرس والله؟ عظيم بعدين بديت شوي لان عشان يعني زهق وما تدري هو كل ترى كل منطقه حلها تونس ولا ما تونس انت بالبدايه راح يصير فيك هذا اللي انا ما نكل راح اسوي شيء فبعدين تبلش والله باقي شوي يلا خلينا بس يعني خالد ما برضى يشوف خالد حبيبي ما برضى يشوف ايش فيك ما تشوف اصبر ما يشوف انتبه اقول لك يمين 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 يسار يمين لا 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 الحين الحين يسار 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 دق يسار يسار لف يمين يسار شوي 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 وقف 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 انطر انطر في 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 ناس على يسار في ناس على يسار وقف 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 يلا يلا الحين الحين لف لف تخيل السواقة تخيل السواقة ما تسوق بس تقول لف 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 الحمد لله انا مريح نفسي يلا الحين لف لف شوف اول مره عبد الله ايش مسوي داخل ما ادري اقل 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 تبي احمد صوت الباب تزلك ترى العده اللي جنبها بس الصوت اللي يقول لك أهلين أهلين ولوك ثالثة عبد الله جاب ضغط على ذي شكله يقوم يتك عليه ويقوم طلع الجدار عرفت تحت ثانية هذا احمد رويس شلون ساكن بالرياض اصلا من مكه
لا 11 سنة خدمة في أمريكا. خلني قاعد على راسك ب 11 سنة خدمة ثانوي وتولي راح. الكيرم قطعتها احمد ها ايه. ابتعد لا تتذا اعطيه مدي شو بقولك احمد ابتعد عني ما احبك وش تبي يعني مناديل بمسح فيها بنظف فيها جيب لي مناديل زي ذلك انت لانك انت ما انت الا في مشتري اثنين جديد يقول لي يلي طالع وكنك ما طالعني ترى عبد الله كيما شغاله ها كاميرا الشقارة قاعد يصور. بالنسبة لي أكثر في تفاح. خلوا خربانين. أنت لا تصور. تعال قطع أكل حرام. إيه تعال أحمد جاي يصور. كم خذنا الحين هنا؟ الحين نبض. ماذا وقت؟ يلا ما عليك. الحين الساعة عندنا 9:30 في الليل. الالبوم شوف شو اللي حصلنا عند عبد الله اس دي 512 ميجا بايت احمد شوف الاس دي كم 500 ميجا بايت حقك هذه لا اللي قلت انا كنت بالغرفه شو اللي ما طاح حتى صوره صرت يعني ما طاح يعني فيديو 512 ميجا بايت حقك الساعة هنا 12 في الليل لين هنا الساعة 8 في الليل أمس نحن أخذنا فوق 24 ساعة غير almost done يعني ما بقى شيء باقي بس living room والحمام صح؟ شوفوا ما بقي شيء حطينا دحين كل شيء حتى أنا في الصالة حلو؟ باقي نقصر هاي قصرت بسيطة والله أنا أفكر إن أخذ أزمة بعد يلا تعال أخذ مشكلة هي بعدين نروح نفتحها في أي مكان ندور المكان نفتحها عشان نقصر هو الردي عندنا مكان جاهز بس نقدر نقصر صرا قلت نفتحها برا قلت في الشارع فتحتها في الشارع اللي في بيت خليفة ورا فوق تمها في الشارع بس كنا قسم في الشارع بيت الباب بس احنا قسم تمها هنا موجود لنا صلاة قلبها بالكنسة بس هذا بنفضي كل شيء يمكن نسها بعدين احنا احنا حتى لو بنقصها بنفضي بالفضي هذا مع يعني يعتبر مالك ساعة ترد هذا ساعة ترد يسوي شاي ولا قهوة قهوة ها بخبره شو ذا؟ ملبوك كذي؟ ملبوك. صار صحيح إنه ملبوك. بكذي. على بفتح. زي. كنت في فيلادلفيا. شنو شركة ثانية؟ ما تحصلها ولا في سوبر. اسمها إيه ما؟ والله ما أعرف. خبرة في ذا تيجي بس صغير. أو سكويز صعب جهاز واضح على هذا آخر شيء من هذا تروح بس زين أجيب زراعة رز إيه فيه يلا طيب المرة الجاية متى والله أنا ما أدري أنا مستعد أجيبه طيب شو اللي باقي بس زولية وال زولية وغسالة وشافة ودكنيس بس مبدئيا هذا اللي قاعد أشوفه يعني ما أشوف شيء ثاني وممكن كرتون واحد ناخذه نقشقش فيه الأمراض الباقي للصغار أوكي بس يعني شوف انا وخالد نروح ايوه وش سمعت تروح حق سعد تحط لا لا ما نروح حق سعد بنشيل الاغراض وبنحط البطانيات ونضبط وبدق على اسامه يجي صلح عشان اصلح القبه حقته وخلاص خلاص اوكي طفي الانوار اللي هنا احمد الرئيس كريم جوتيك ما ادري كيف يطفونهم ذي بس كذا خلص الفلوق خلصنا نقلة أغراض عبد الله باقي تقريبا أشياء خفيفة فبيجون بكرة الشباب يمكن يشيلونها ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل تضروا في الفلوقات الجاية والسلام عليكم.